السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سأقرأ عليكم إن شاء الله من سورة الشعراء الصفحة 374 من الآية 176. صفحة 374. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة قالوا إنما أنت من المسحرين. وما فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية إن
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار أحسنت وبوركت أيها القارئ الكريم قاسم القطري وختم الله عمرك بالعافية وحسن العاقبة يا من ختمت حفلنا هذا بتلاوتك العطرة وجعلك مصداقا لهذه الرواية المباركة حيث يقول الصادق عليه السلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة ويقول يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي فبلغ به كريم عطاياك فيكسوه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة ويوضع على رأسه تاج الكرامة وبهذا نختتم حفلنا القرآني المبارك وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.